مرحبا بكم على قناة عالمنا. الولايات المتحدة مستعدة لتفجير صراع جديد تنجر إليه روسيا والصين. تحت هذا العنوان كتب إيغور ياكونين في كومسومولسكايا برافدة عن محاولات واشنطن جر روسيا والصين وإيران إلى صراع جديد. وجاء في المقال: بعد الاختراق الناجح الذي نفذته الطائرات الكورية الشمالية المسيرة التي طارت إلى كوريا الجنوبية في 26 من ديسمبر متجاوزة نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي، أثيرت العديد من الأسئلة، وقد ناقشناها مع الخبير العسكري مدير مركز دراسة المشاكل الاجتماعية التطبيقية ألكسندر جيلين، فقال في الإجابة عن السؤال التالي: لماذا استطاعت الطائرات المسيرة الكورية الشمالية تجاوز نظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي؟ هل الدفاع الجوي الأمريكي لم يعمل؟ لا نستطيع تأكيد أن الدفاعات الأمريكية لم تعمل، أو أن يكون الكوريون الشماليون قد تغلبوا عليها بنجاح كبير إلى درجة أن طائراتهم المسيرة مرت من دون أن يلاحظها أحد. لا، لقد تم رصدها، لكن كوريا الجنوبية تخشى بشدة الصراع العسكري مع كوريا الشمالية. لا يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، إنما بالناس. في بعض الأحيان لا تكفي الإرادة السياسية. لو صدر أمر من سيئول لكان قد تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة. لكن هناك قواعد أمريكية في كوريا الجنوبية مع صواريخ باتريوت وأبرامز. حسناً، لنفترض أنهم وجهوا ضربات انتقامية، فماذا بعد؟ في كوريا الشمالية الأسلحة الرئيسية مخبأة بين الجروف الجبلية وفي الكهوف. لن يتورط الأمريكيون كما تورطوا في فيتنام. المهمة الرئيسية لواشنطن هي خلق صراع عسكري بين الكوريتين تنجر إليه الصين وروسيا. وفي الولايات التي يظنون أننا سوف نتدخل، أظن، نعم، كما تدخلنا في سوريا وأوكرانيا، ينصبون أفخاخا استراتيجية. يجري تصميم صراع تنجر إليه الصين وإيران وروسيا. شكرا على المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. إلى اللقاء في فيديو جديد.